في مشوار اصل الى 510 ماتش وسجل هدف على فكره يذكر ليه مع البطوله الافريقيه مع النادي الاهلي المصري. زي ما قلت لحضراتكم طبعا هو فارس الانديه الافريقيه من حيث النجوم في دوري الابطال. ترجع الكره تاني على طول لخالد لاموشي يسلم كورته تاني لنزير برحات. نزير يلم الكره بمهاره، ده لم كره ايه؟ ده لم كره في الشوط الاول من على خط ركله الجزاء، لو اتقطعت منه كان منتخب الجزائر دخل فيه هدف وكانت بقت مشكله كبيره لنزير برحات. بتسلم الكره تاني على طول احمد فتحي. ابو تريكه يقف على كورته مردود شويه، قال لي قلت لحضراتكم للثلاثي الامامي شوقي وحسني مطلوب منهم طبعا يعمل مسانده، نفس القصه بتاعت كريم زيان اللي كان بيعمل الشغل مع مجيد بوجره، اداؤه قل هو الاخر في التلت الامامي من الجبهه اليمنى لصالح منتخب الجزائر. احمد فتحي اماميه الكوره، عمرو زكي بعيد شويه يمكن 9 دقائق او 10 اللي فاتوا، ضغط وقوه تاني ثم ضربه مرمى مفيش شك اطلاقا. حياته قال يعني ان طيب الذكر دائما عماد متعب بالاصابه بتاعته واللاعب ميدو عدم الوجود معانا هنا مع الجهاز الفني مع المنتخب المصري، اثنين سترايكر مهمين جدا وخصوصا عماد متعب طبعا كان عمل هرموني ممتاز جدا مع عمرو زكي لانهم بيلعبوا بقالهم فتره طويله. غيابه طبعا واصابته نتمنى له طبعا الشفاء، كان اصيب مع نادي الاتحاد السعودي في البطوله الاسيويه وبيغيب عن منتخب بلده ومنتخب مصر. ترجع الكره ثاني لاحمد فتحي ثم خطا وضربه حره مباشره. الراجل ده ما بيعديش لا شرده ولا ورده، وبعض الاوقات هو بيجيب لنفسه الشرده والورد، يعني الماتش ممكن يكون ماشي كويس وفي حكام ما عندهمش ثقافه دوليه كبيره، يعني هو لعب 32 ماتش ما فيش شك اطلاقا، ولكن في بعض الاوقات هو يجيب المشاكل لنفسه. حكام تعرف هذا الكلام كتير جدا اللي عندهم خبرات، ولكن احنا لسه يعني في KG1 تحكيم. ترجع كرة للخلف تاني 16 دقيقه لعب ولا زال التعادل السلبي قائم. جزائر مصر في مواجهه عربيه ولقاء تاريخي قد يعني يلعب دوره كبير جدا في كيفيه وصول المنتخبين الى المونديال. رمي التماس من الجبهه اليمنى يجي لها على طول اللاعب رقم 13 اللاعب كريم مطمور. كريم طبعا وضعيته في الماتش وضعيه تكتيكيه، كريم مطمور يسلم ويخش لجوه على طول تاني كريم زياني، ثقه بالنفس عاليه جدا لاعب نادي مارسيليا. قطع الكره من امام كريم يضغط ممتاز جدا، بقول لحضراتكم احمد فتحي مش ممكن، احمد فتحي مش ممكن، عرقله وفيها انذار ممتاز هنا الراجل ممتاز لازم نشيد بيه لانه ادى انذار للاعب نذيب برحات. قرار التعمد هنا الازاء وعنده خبره طبعا، لو عدى احمد فتحي بسرعته كان منتخب مصر عمل كونتر اتاك. هنا الخبره الدوليه يا جماعه وهنا اصرار احمد فتحي. لعيب اتكلمنا عليه في الشوط الاول، لعيب يعني يكحل العين كره قدم، ولعيب على فكره من اللعيبه الكبيره جدا احمد فتحي. ضربه حره مباشره على طول من نص ملعب، يلعب على طول هاني سعيد يسلم كورته تاني للاعب محمد زيدان. زيدان يا زيدان يسلم كورته تاني على طول زيدان قبل يصل لحول اللاعب سيد معوض، خطيره جدا قبل يصل المصريه. زيدان حلوه جدا سيد معوض عرضيه خطيره جدا ولكن يحط القدم اليسرى، ممتاز مدافع القلب سواء اللاعب رفيق حليش او اللاعب عنتر يحيى، وفي الاخير الى رميه التماس. ادي اللاعب خالد لاموشي نفس اللي بيعمله حسني عبد ربه ونفس اللي بيعمله محمد شوقي بيعمله نفس الاثنين اللعيبه، اختيار موفق جدا لسعدان واختيار موفق جدا للمعلم شحاته. عرضيه من زيدان وراسيه من عمرو زكي ولمسه ابو تريكه، لمسه البركه ابو تريكه، تصل على طول تاني للاعب محمد شوقي. شوقي هاته خد صغيره عاوز يضرب بيها الاثنين لعيبه، احمد فتحي يسلم ويقف على كورته ويخرج لبره فتحي ولكن يقفل ممتاز نزير بالحاج. شوف اللعيب اللي عنده قيمه كبيره برغم ان الكوره على خط المرمى، شوقي لو لعب لبره قوي وفتح بطن القدم او الصباع الاكبر تخرج رمي التماس، هو ضغط وخد كمان رمي التماس ممتاز زي نزير بالحاج. اتصل على طول تاني هنا ضغط وقوه لصالح المنتخب المصري. احمد فتحي فتح على طول تاني حسني عبد ربه، حسني يسلم على طول تاني لشوقي. جمله جميله جدا المصريين بيقابلوا بعض كويس، سبعه جميله من بتاع زمان حلوه جدا لصالح اللاعب زيدان ولكن يقطع نزيد بالحاج. من وجهه نظر المنتخب المصري يلاقي صعوبه لو هاجم عن طريق نزيد بالحاج، من وجهه نظر سيد معوض ممكن يكون مفتاح مهم جدا وبالوجه المقابل والمعاكس تماما. ينطلق على طول تاني كريم زياني انطلاقه جزائريه بحث عن اول هزه للشباك ولكن شوف الضغط ازاي واحد يقفل ازاي، الامطار مظبوطه بالمليمتر بالمليمتر، يضغط على كره خطيره المساحه والزمن والهدف الاول الجزائري، والهدف الاول الجزائري هدف جميل جميل عن طريق كريم مطمور يسجل اول هدف اللقاء ويشعل ملعب البليده تماما ويشعل ملعب البليده تماما بهدف جزائري. قلت لحضراتكم لما تغيب المتابعه لما يغيب الضغط يضغط المنتخب الجزائري ويسجل اول هدف اللقاء، هدف حلو جدا طبعا وهدف في انطلاقه وهدف عن طريق اللاعب كريم مطمور اللي كان غايب الشوط الاول ويشعل ويعني ويجيد الانوار هنا ويجيد النيران في ملعب البليده طبعا، يتقدم منتخب الجزائر ويسعد جماهيره الكبيره
الشرباب. عموما هدف في مرمى المنتخب المصري وهدف لصالح المنتخب الجزائري. احلام جزائريه مع احلام مصريه مع فرحه سعدانيه مع اثاره لدى الجهاز الفني المنتخب الوطني الجزائري. متعه ما بعدها متعه. يتواصل سيناريو احداث اللقاء وتتواصل احلام التاريخ في 10 لقاءات منتخب الجزائر والمنتخب المصري. منتخب مصر لم يسجل اطلاقا ولا حاله فوز هنا في الجزائر. كل اللقاءات العشره انتهت 7 فوز لصالح منتخب الجزائر وهو 7 تعادلات وخساره خطيره جدا مصريه. والمتابعه ولكن هنا عمرو زكي ثم حارس المرمى الجواب ثم حارس المرمى الجواب. شوف الفرصه الوحيده. كان دايما منتخب مصر يعمل ساتر دفاعي ولكن في الكره الاخيره يعني ادى مساحه هنا لاعب كريم مكنور يسجل. كنت اتفرجت في الشوط الثاني الفريقين هيتخلوا تماما هيعيشوا مباراه حلوه. منتخب مصر يحاول يتعادل يضغط لزاكي ولكن يقطع نزيد بن حاج عنده انذار ولكن قطع هنا عفوا اللاعب عنتر يحيى يسلم ثاني محمد شاوي. المباراه تشتعل الان. اللقاء يزداد اثاره الان. اللقاء يزداد متعه الان. مصر تعدي المباراه تولع راسيه ولكن زكي الى ضربه المرمى. راسيه عمرو زكي ولكن الى ضربه المرمى. شوف المدافع بيعيد الكوره عدى هنا كريم مكنور محدش قبله خالص. حضرتكم زياد عبد الله المنتخب المصري والتصويبه واربع لعيبه موجودين اكتر حسني عبد الرب وهادي سعيد واحمد فتحي ضم من جوه وشوقي مغطي مكان احمد فتحي. خطا تمركز هنا دفاعي واعطاء فرصه في مثل هذه اللقاءات قد يدفع ثمنها غاليا جدا. دفع ثمنها المنتخب المصري الاول الان وهنشوف هل ممكن يقدر يتعادل ام ممكن منتخب الجزائر يعرف يحافظ على فوزه وتقدمه بهدف بلا شيء. يضغط على طول زيدان. هل ممكن حسن شحاته يبتدي يلاقي حلول هجوميه؟ هل ممكن يدفع بورقه جديده؟ عموما نقرا مع حضراتكم مين البدلاء مع منتخب مصر. موجود عبد الواحد السيد وده مش هنتكلم فيه طبعا. احمد رؤوف واحمد حسن وحمص محمود فتح الله واحمد سمير واحمد عيد عبد الملك. هم دول الاوراق اللي موجوده مع حسن شحاته طبعا على مقاعد الولاء. قلنا طبعا عبد الواحد لان طبعا صعب جدا يعني نتمنى ان الحارسين ليس الحضري فقط ولكن جواوي ايضا يكونوا طبعا في قمه الحاله النفسيه كويسه ويكملوا اللقاء. نتلقى مره اخرى ثاني ضغط وقوه والمساعد يبدو خطا على منتخب مصر. ضربه حره مباشره. ضربه حره مباشره لصالح المنتخب الجزائري عدى عدى ولكن هنا في عرقله وادي هنا اللاعب اوكا. خبرته الدوليه طبعا قليله شويه احمد سعيد اوكا. اللقاء الثاني دولي على فكره اوكا وخطا وضربه حره مباشره يجي لها اللاعب يزيد بن حاج. لسه في وقت بدري ممكن يعدل ثاني او ممكن يعوض منتخب مصر وممكن ايضا يسجل منتخب الجزائر. الفريقين عندهم يعني حلول والفريقين عندهم اوراق. ضربه حره مباشره على طول نزيد بن حاج الكره عاليه خطيره جدا الثاني خطيره جدا كره الهدف الثاني لصالح المنتخب الجزائري. مش ممكن تمركز دفاعي خطير تمركز دفاعي خاطئ جدا والمنتخب المصري ينهار في دقيقتين متتاليتين مش ممكن. صدق او لا تصدق فريق مختلف جدا في الطيب الاول ومنتخب الجزائر مختلف تماما في الطيب الثاني. الحضور الجماهيري الجزائري الكبير يعطي دافع معنوي كبير ونزيد الحاج يعطي هديه كبيره وسط غفوه وهفوه رغم ان هناك عدد دفاعي كبير لمنتخب مصر ويسجل منتخب الجزائر الهدف الثاني ويسجل منتخب الجزائر الهدف الثاني. حضراتكم كم لعيب هنا تشوف الكوره ملعوبه من نزيد الحاج اللعيب اللي حذرنا منه كثيرا جدا انه احد لعيبه الاوراق الكبيره جدا. وادي الهدف هنا اعتقد يمكن لاعب رقم 8 هنشوف مين هو. وادي الهدف الثاني وادي رابح سعدان والفرحه الجزائريه عند زهير جلول المساعد طبعا اللي كان شغال مع رابح سعدان مع نادي الكوب سطيف ادى الهدف عن طريق اللاعب سيف غزال او عن طريق اللاعب عبد القادر غزال هنا عفوا لاعب نادي سيينا الايطالي يسجل هدف. طبعا مفيش متابعه مفيش مراقبه. عمرو زكي ما كانش موجود. الحضري ما خرجش هنا خلف المدافعين انتظر الحضري ثم الهدف هنا على طول ياتي في مرمى عصام الحضري 2-0 في دقيقتين. هل ممكن مصر تقدر تعدل؟ هاتوا كوت سريعا انطلاقه اماميه ثم محاوله ثاني لسه في وقت متبقى. ابو تريكه النهارده ابو تريكه انطلاقه ابو تريكه زداد ضغط جزائري وضغط مصري واصرار من زيدان. لسه الكره فيها خطوره. محمد زيدان محمد زيدان عاوز يرجع ثاني يضغط عليه لاعب المنتخب الجزائري هنا جمهور مدي شحنه معنويه كبيره لعبته طبعا. شوقي منتخب مصر في دقيقتين ينهار دفاعيا. منتخب المصري قدم 25 دقيقه اخيره في الشوط الاول ممتازه. حكم اللقاء دانيال بيلنت يدي خطا وضربه حره مباشره على المنتخب الجزائري. انطلاقه ثانيه ادي الكوره دلوقتي تعيد الكوره راجل ده في هج في هج. المخرج مشى الامور تمام ولكن بعض الاوقات ما بقاش تمام. بيجيب الهدف هنا طبعا بتاع منتخب الجزائر وكانت في هجمه المنتخب
منتخب مصر، ولكن في الاخير الى ضربه المرمى، ولكن في الاخير الكره الى ضربه المرمى. ادي التبديل، هيبتدي يشوف احمد حسن، هينزل احمد حسن الان. ادي احمد حسن، هنشوف هل ممكن يخرج زيدان ولا مين. ادي احمد حسن لاعب عنده 153 مباراه دوليه، هيخرج اوكا، يمكن هيخرج احمد سعيد اوكا. كان امر طبيعي جدا طبعا، ناس المدربين يقول لك الخبره الدوليه مطلوبه على احمد سعيد اوكا. بيخرج الان وبينزل احمد حسن، بينزل احمد حسن. منتخب مصر خسران 0-2. المنتخب الجزائري يتقدم هنا في معقله في ملعب البليده. كره على طول عاليه طويله اماميه، قدر يجمع منتخب، وقدروا المنتخب الجزائري ان يعمل فرقه وتيم محترم جدا. بترد الكره تاني سيد معوض، ادي سيد وخطا وضربه حره مباشره، خطا لصالح سيد معوض وضربه حره مباشره. ادي على طول هنا هاني سعيد، 2-0 لصالح المنتخب الجزائري، 2-0. 40,000 متفرج، ممكن يكونوا اكثر على فكره، لان حتى يعني في جماهير في كل مكان في ارجاء الملعب. كره على طول تاني عاليه طويله اماميه، هجوم المنتخب المصري قلت لحضراتكم من عمرو بعيد. ادي احمد حسن عنده خبره طبعا، عاوز يلعب ايجابي. احمد حسن يسلم على طول تاني احمد فتحي، احمد فتحي طرف الملعب اليمين يعدي، يحاول يعدي احمد ورامي ترس، ورامي ترس. المنتخب المصري دلوقتي بيحاول يدور على هدف يقرب بيه النتيجه، وتفرق معاه كتير جدا، تفرق معاه كتير جدا. ادي لمسه على طول احمد حسن، احمد فتحي كرته العرضيه ثم ركله ركنيه، ثم ركله ركنيه. شوف حضراتكم هدف اللاعب كريم مكنور طبعا، لعب دور كبير جدا بانه يدي عامل معنوي ممتاز لصالح المنتخب الجزائري. وادي الركله الركنيه، ركله ركنيه لصالح منتخب مصر. يجي لها محمد زيدان، زيدان على طول عرضيه ضعيفه جدا، وحشه مش مظبوطه. يرد تاني على طول منتخب الجزائر، احمد فتحي. الماتش اتفتح جدا، المباراه اتفتحت جدا. على طول تاني كريم زياني، كريم زياني لاعب نادي اولمبيك مارسيليا، يرجع على طول احمد فتحي ممتاز، يعدي كريم المساحات نص الملعب. المنتخب المصري الان يضغط، والمنتخب الجزائري يحاول، والاستلام عن طريق اللاعب رقم 10 رفيق جابو، رفيق جابو. ترجع الكره تاني نص الملعب الى اللاعب يزيد منصوري، يزيد بالحاج تصويبه، ولكن الحضري لقيها كويس، الحضري لقيها كويس. الهدفين خلوا منتخب الجزائر الان يتجرأ كثيرا جدا على دفاع منتخب مصر. الشوط الاول المنتخب المصري افضل، الشوط الاول كان نهى الطيب الاول افضل من منتخب الجزائر، المنتخب الجزائري كان افضل اول ثلث ساعه في الطيب الاول. ونفس القصه في الشوط الثاني، قدر بقى يبالغ منتخب مصر بهدف عن طريق اللاعب مكنور، اللاعب كريم مكنور، وهدف ثاني عن طريق اللاعب رقم 9 اللاعب عبد القادر الزهري. ادي الكوره ثاني، احد لاعبي المنتخب الجزائري واقع على ارضيه الملعب. تاريخ زي ما قلت لحضراتكم في 24 مواجهه، منهم طبعا لقاءات وديه. وادي عمرو زكي، حسن شحاته، ادي رابع سعدان. سعيد جدا بفوز وسعيد جدا بالتقدم، الوقت بيعدي، بنصل الى منتصف احداث الوطيب الثاني. اداء اللعيبه ما كانش مقنع جدا لحسن في الوطيب الثاني. ادي حسن شحاته قدر يلحق نفسه بعد الهدف الثاني بقى، وينزل احمد حسن. 2-0 طبعا نتيجة في عرف الكورة، في عرف المباريات الكبيرة، في عرف لقاءات المنتخبات الكبيرة بتبقى كبيرة طبعا وليست سهلة. يعني هل ممكن خبرات لاعبي المنتخب المصري تقدر تعدل النتيجة؟ الآن التعادل بالنسبة لمنتخب مصر بالنسبة لأحداث اللقاء يعتبر بمثابة يعني ورقة نجاة. هنشوف، أدي الرأسية هنا، وأدي الهدف الثاني طبعا، خطأ كبير جدا طبعا في دفاعات المنتخب المصري. وأدي عصام الحضري في حراس مرمى القطعة الكرات ديت، عصام استنى الكرة العالية هنا، يعني يطلع بقى أو يطلع اللاعب رقم 9 اللاعب عبد القادر غزال ويسجل الهدف الثاني في مرمى المنتخب المصري. شوف الهدفين دخلوا من أخطاء، خطأ طبعا اللي دفاع المنتخب المصري إدى مساحة للاعب مكنور، والهدف الثاني إن التمركز ما كانش موجود ولا حاجة. واضحة جدا النتيجة طبعا لحسن شحاتة، واضحة جدا. آدي حسن شحاتة، ماتش صعب وليس بالسهل اطلاقا. ادي سلامات لاعب المنتخب الجزائري هنا، 2-0 الجزائر. انما المباراه لحد الان يعني الحمد لله ماشيه تمام التمام، 70 دقيقه لعب، 70 دقيقه لعب. دايما لقاءات الفريقين وقلت لحضراتكم ان التركيز عالي والتركيز واضح جدا في المباراه. رامي التماس من الجبهه اليمنى، ادي لاعب رقم 4 اللي كان مصاب عن طريق يحيى على الصوره، عن طريق يحيى. وادي لاعب رقم 10 هنا رفيق جبور، ادي رفيق جبور
لاعب نادي إيك أثينا اليوناني. رابح سعدان مدرب عنده تاريخ ايضا مع الكره الجزائريه. رابح ضربه حره مباشره من مكان خطير ايضا، كره على طول عاليه طويله، ادي الكرات العاليه، وادي حسني عبد ربه مردود، قال لي شويه حسني مردود، محمد شوقي قال لي شويه، وانا كنت قلت لحضراتكم الشوط الاول ان هذا اللقاء هو لقاء وسط الملعب، طبعا لقاء وسط الميدان ولقاء الاسترايكر الثاني ولقاء المهاجم الثاني مع منتخب مصر، لان عمرو زكي كان وحيدا فريدا. هنا محمد وراوة الرجل الاول طبعا مع الكره الجزائريه ورئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم واحد الشخصيات العربيه المحترمه جدا محمد وراوة، وفي الصوره ايضا يعني موجود ايضا وحاضر هنا في المنصه الرئيسيه رئيس الاتحاد المصري لكره القدم السيد سمير زايد، رجل البطولات في الكره المصريه وايضا رجل الانجازات مع الكره الجزائريه، والحضور موجود وحاضر مع اسماء كبيره ونجوم كبار، يعني نجوم كبار جدا جدا اثروا الكره الجزائريه. انطلاقه ثانيه على طول ابو تريكه، يحاول يعدي ابو تريكه، تبديل وحيد للمنتخب المصري وضغط احمد حسن، اصرار اللعيب المصري ممكن يعدي واصرار اللعيب الجزائري ممكن يحافظ، ترجع على طول احمد حسن، سيد معوض، ادي سيد جاي له على طول احمد حسن، قاتل كويس منتخب الجزائر مفيش شك اطلاقا قدم مباراه كبيره، يقدم مباراة كبيرة جدا أمام بطل إفريقيا المنتخب المصري. وائل جمعة خرج أوكا والآن بيلعب بمدافعين بس في القلب، كرة على طول أمامية تاني، انطلاقة تانية زيدان، محاولة ولكن على طول يستخلص تاني دفاع، محاولة ولكن يستخلص الدفاع، جت كرة لأبو تريكة في الطيب الأول، وطبعا الكرات في مثل هذه اللقاءات تلعب دور كبير. على طول تاني زيدان، محمد زيدان عرضية مصرية ولكن عدت، عدت الكرة هنا إلى ضربة مرمى، عدت الكرة إلى ضربة المرمى لصالح منتخب الجزائر الشقيق. هذه الكرة عرضية وادي المتابعة من عمرو زكي ولكن إلى ضربة المرمى، ولكن إلى ضربة المرمى. على طول هنا حارس المرمى جواوي، 18 دقيقة متبقية على نهاية أحداث اللقاء، 18 دقيقة متبقية على نهاية أحداث هذا اللقاء، ولا زال التقدم لصالح المنتخب الجزائري 2-0 في هدفين الحقيقة، يعني ما كانش حد متوقع اطلاقا ان احد المنتخبين حتى الجزائري انه ينهار في دقيقتين متتاليتين تماما. منتخب الجزائر قدر يسجل وقدر يتقدم. على طول تاني سيد معوض، ادي سيد، سيد معوض اللمسه، يسلم على طول تاني حسني عبد ربه. اداء بعض لاعبي وسط الملعب مع منتخب مصر بدا يقل. الهدفين لعبوا دور كبير جدا في العامل المعنوي والنفسي، حضور اكثر من 40,000 متفرج لعبوا دور كبير، تكتكس المدرب رابح سعدان لعب دور، عمرو زكي عنده سنده، انطلاقه مصريه هوبا حسني ولكن عاليه 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 ضربه مرمى، حسني عبد ربه عاليه عاليه ضربه مرمى. المنتخب المصري لو حاول يسجل عنده وقت متبقي، لو حاول يسجل عنده وقت متبقي، يعذرونا على فكره الاشقاء ايضا في الجزائري او في الجزائر، لان انا الحقيقه مصري ومصر ياباني، وبعض الاوقات في التعليق سواء في الاي ار تي او حتى في اي مكان في العالم قد ياتيك الحنين وقد تاتيك الايام، حتى لو في مكان شقيق جزائري مش ممكن يعني. عموما في الاخير الكوره لضربه المرمى، يضغط على كورته تاني هنا المنتخب الجزائري، 73 دقيقه لعب، منتخب الجزائر بيقدم مباراه عالميه كبيره، والمنتخب المصري افضل اوقاته الطيب الاول بالكامل واقل اوقاته الشوط الثاني بالكامل. يضغط على طول نزيد بن حاج، لعيب لعب دور كبير جدا في تكتيكس المباراه ولعب دور كبير جدا في الهدف الثاني لصالح المنتخب الجزائري الشقيق. ترجع على طول تاني الى الثمانيه اللاعب خالد لاموشيه، يسلم كورته على طول تاني للاعب يزيد منصوري، اثنين نجوم كبار جدا جدا، اثنين دول لو منتخب الجزائر قدر يحافظ على تقدمه النهارده دول المفروض يكون ليهم المكافاه، اضربها في 3 × 4 × 5 زي ما انت عايز تقول. لعبوا دور تكتيكي محوري ممتاز وعملوا اتزان في نص الملعب وقدروا يتحكموا في مطبخ كره القدم الحقيقي طوال 75 دقيقه، طوال 75 دقيقه. رامي التماس على طول نذير بحات، تسلم على طول تاني للسته هنا اللاعب يزيد منصوري، منصوري تاني ال 15 كريم زياني، كريم على طول يا ولد لعيب لعبه حلوه، سيد معوض يضغط، ادي سيد، سيد معوض يقطع تاني على طول يا محمد شوقي، ينطلق محمد شوقي، شوف ضغط لاعبي المنتخب الجزائري فين، وده الكلام اللي قلنا لحضراتكم عليه من فيتنس هيلعب دور كبير، واللعيب اللي يقدر يواصل ال 90 دقيقه بنفس النهج بتاع الشوط الاول يلعب، ولكن في دربكه في اداء منتخب مصر ثم رامي التماس. خلي بالك في اوقات كتيره حتى لو لعيب دخل فيه اكتر من هدف يا جماعه المفروض ما يهربش عن اللياقه الذهنيه والتركيز في الماتش، لما نص ملعب لعب دور كبير والتحكم رائع جدا وعالي في اللقاء. على طول مره اخرى تاني سيد معوض، هاني سعيد، هاني
هاني دلوقتي وائل جمعه لوحدهم، احمد حسن نازل وعاوز يعمل نشاط وعنده اصرار كبير ودوافع كبيره. احمد فتحي الهجمات المرتده هتكون على مصر صعبه وخطيره. الان بقى في زياده عدديه وهجوم لصالح منتخب مصر، تمركز وعمق دفاعي، شوف ثلاثه بيلعبوا فري بلايرز خالص او لعيبه حره خالص مع منتخب الجزائر. اللمسه دي لاحمد حسن، ينطلق احمد يضغط وفي دربكه ويطلع الدفاع الجزائري ثاني رامي التلفز، يطلع دفاع الجزائر ثاني رامي التلفز. عشان تعرف قد ايه دور الجمهور يا جماعه في الماتش، عشان تعرف قد ايه دور الجمهور وقد ايه دور الشحن المعنوي وقد ايه دور الاعلام، الاعلام الجزائري عامل شحن معنوي كبير، وايضا منتخب الجزائر النهارده بيقدم مباراه كبيره الحقيقه تقال الحقيقه في الماتش اليوم. ضغط وقوه ثاني، بدا شوي غريب وبدا الجهاز الفني المنتخب المصري يقف وبدا يقلع على نتيجه اللقاء. لمسه على طول ثاني عنتر يحيى اماميه، ادي المساحات وده لاعب منتخب الجزائر زاوي لاعب شاوشي موجود، ايضا رحمه سليمان خطيره جدا، كره الكره خطيره جدا خطيره جدا والهدف الثاني خطيره جدا والهدف الثالث اللي قلت حضرتك عليه رفيق كابو. المنتخب الجزائري يقدم مباراه العمر ويتقدم بالهدف الثالث في مرمى المنتخب المصري، الهدف الثالث عن طريق رفيق جبور، وانهيار كبير كبير في اداء منتخب مصر، وانهيار كبير كبير في اداء منتخب مصر في خط دفاعي وفي اداء لمنتخب غير الشوط الاول، مش هم دول لاعيبه المنتخب الشوط الاول، مش هم دول فرقه منتخب مصر في الاوتايم الاول في 76 77 دقيقه في حوالي ثلث ساعه منتخب الجزائر يخترق دفاعات المنتخب المصري بثلاثيه هي الاعلى لحد الان في تاريخ مواجهات الفريقين هنا في العاصمه او هنا في الجزائر الشقيقه. شوف انطلاقه وشوف ما فيش متابعه وشوف الخطا الكبير جدا الدفاعي، اخطاء كبيره جدا، رجوع في الاداء يعني خطا في اللياقه الذهنيه وخطا ايضا في المخزون البدني لدى اللاعبين، اكثر من حوالي 7-8 لعيبه ان لم يكن الفريق بالكامل فريق المنتخب المصري انهار تماما امام المنتخب الجزائري هنا على ملعب البليده. اعلى نتيجه 3-1 لحد الان في هذه الليله يتقدم المنتخب الجزائري وهو تقدم مستحق ونتيجه حقيقيه واداء افضل ووضع تكتيكي افضل وهي يعني شوارع موجوده في دفاعات منتخب مصر. يتقدم الجزائر في 3-0، مش ممكن يكون اكثر المتشائمين المصريين يتوقعوا هذه النتيجه ولا اكثر المتفائلين الجزائريين يتوقعوا هذه النتيجه، مع كل احترام والتقدير والنتيجه العاليه جدا في عالم كره القدم عندما يلتقي الكاميرين الجزائر والمصري وفي الجزائر. ترجع الكره ثاني في نص الملعب على طول ثاني ابو تريكه اماميه، الاستلام ثاني عمرو زكي لوحده طبعا ايد لوحدها ما تسقفش، النهارده كان في مشكله كبيره جدا وكان في جاب، كان في مشكله كبيره وكان في جاب ما بين نص ملعب ما بين اللعيبه بتاعت نص ملعب، ادي عمرو زكي وادي الهدف الحلو طبعا بتاع اللاعب رفيق جبور بيبوس علم بلده وبيقبل هنا علم بلده لاعب نادي اك اثينا اليوناني، يتقدم بالهدف الثالث لصالح المنتخب الجزائري. ركله ركنيه على طول من الجبهه اليمنى بتلعب على طول عرضيه مصريه خطيره جدا، يطلع دفاع يرد تاني حسني عنده مساحه يسدد هوبا التصويب، ولكن كله في العالم المنتخب كله جات له يعني يعني اداء مختلف جدا على الشوط الاول، جات له ايه مش عاوزين نقول جات له، جات له ايه يعني ده لياقه ذهنيه غير ومنتخب غير واداء غير والمنتخب الجزائري يرتدي الاجاده غير، لازم طبعا تشيد باداء منتخب الجزائر مصريا ثم عربيا ثم اداء يعني وصوره واضحه تماما هي صوره باهته لاداء منتخب مصر في الاوتايم الثاني. لم يجمعني التاريخ التعليق بمنتخب مصر بهذا الاداء اطلاقا في 25 دقيقه اتغيرت كل الحسابات، كل الحسابات اتغيرت، كل الارقام اتغيرت، الطموح والاحلام من اجل 3 نقاط تدي طموح كبير لمنتخب مصر من اجل المونديال، مشكله كبيره جدا تاريخيا ليست من اليوم ان منتخب مصر على اللونج راوند او على المستوى البعيد يعني قليل جدا لما يصل وقليل جدا لما تكون نتائج ايجابيه عكس اللقاءات المجمعه وعكس البطولات المجمعه، لحد الان نتيجه 3 في خطوره كبيره على منتخب مصر من اجل سكور عالي، خلي بالك خدها مني بالضمان التعليق العربي بين قوسين في اخر 10 دقائق لان الحقيقه خلاص الحظ الان عندك وانت بعدت خالص عن الفورمه والثلاث اهداف خلوا منتخب مصر تكتيكيا وفكريا وادائيا ونفسيا في حصل بعض الانهيار. لمس على طول ابو تريكه بس الكره تاني لزيدان، زيدان اسماء موجوده ولكن لم تقدم، قدمت الحقيقه في الشوط الاول ولكن في الاوتايم الثاني لم تقدم شيء. حسني عبد الرب انطلاقه مصريه ما عدتش خطيره، ممكن هدف وقت متبقي خطيره جدا، مفيش ياس في الكوره
ولكن في رجال مع المنتخب الجزائري ورامي التماس. في رجال مع منتخب الجزائر ورامي التماس. شوف حضراتكم الاثنين لعيبه، ولكن المدافع هنا في توفيق ايضا الراجل. لو راحت كابوتليكا قبل اسرع ايضا كان فيها شك في التسلل. هنا هيخرج زيدان وهيدفع باللاعب رقم 10 احمد عيد عبد الملك لاعب نادي حرس الحدود المصري، احد الاوراق ايضا الهجوميه. ادي احمد عيد عبد الملك ينزل احمد حسن، وهيخرج عمرو زكي كمان. هيخرج عمرو زكي مش الفورمه قوي النهارده الحقيقه، مش الفورمه. غياب نجم كبير جدا زي عماد متعب اثر كثير جدا، وهينزل اللاعب احمد رؤوف. حظ وحش جدا طبعا احمد رؤوف، هو واحمد عيد عبد الملك دي اللعيبه ما عندهمش خبرات دوليه كتير، والحظ نازل وهو 3-0. طبعا كل دي ظروف بالنسبه لمستوى اللاعب ومشوار اللاعب في الكوره وفي عالم الكوره. تلعب لمنتخب بلدك وتنزل وانت خسران 0-3 عكس ما تنزل وانت كسبان. يعني تبديل الجزائر دلوقتي غير تبديل مصر الحقيقه، حتى لو لعيب عنده 13 سنه عاوز تنزله يلعب ويأدي، لان العامل النفسي والمعنوي مهم جدا. عموما مهما طالت الايام ومهما كانت النتائج، حسن شحاته واحد المدربين الكبار وهذا الجيل والجيل الجميل اللي عمل 2006 2008، وهذه الليله في الشوط الاول منتخب مصر كان ممتاز جدا، وفي الهافتايم الثاني اعكس كلمه ممتاز وقول عنه زي ما انت عايز تقول. تقول من الانهيار والناحيه الخططيه والفكريه، يعني كان اداء باهت جدا، قدر من خلاله طبعا اداء متزن جدا دفاعيا ومحكم جدا تكتيكيا، وباداء لعيبه كبار جدا هو منتخب الجزائر يسجل 3 أهداف في مرمى المنتخب الوطني المصري شقيق المنتخب الجزائري. 3-0 لصالح منتخب الجزائر. ابو تريكه على طول احمد فتحي اماميه الكوره مره ثانيه على طول الضغط والقوه. سؤال يفرض نفسه، هل لما يكون النادي الاهلي المصري مستواه متدني يبقى المنتخب ياثر عليه بهذا التاثير؟ واضح جدا في لقاء زامبيا، واضح جدا في لقاء المنتخب العماني، بمعنى طبعا الاهلي خد الدوري ولكن في بعض اللعيبه ما كانوش على نفس المستوى الكبير، او هنا الفرحه الكبيره. هذا الراجل لو سالته ما بين قوسين، لو جيت الان ما بين اذن اليمنى او اليسرى وسالته كنت تتمنى ايه يا رابح سعدان؟ صدقني وحد يوصلها له يقول له حسام عبده قالها، كان يتمنى بالكثير 1-0، نفس الامنيه والتمني بتاعت حسن شحاته، ولكن بعض الاوقات تاتي الامنيات اعلى وياتي الحظ اكثر وعالم التدريب. الورقه الرابحه بتاعتك هي اللاعب، والورقه الرابحه الثالثه كان رفيق جمهور، والهدف الثالث قضى تماما على احلام المنتخب المصري حتى من اجل تبديل الفرق. التبديل الاول هينزل ياسين بزاز، ده اللاعب اللي سجل في مرمى المنتخب المصري واهدى طبعا تقدم واهدى وصول المنتخب السنغالي الى كوريا واليابان. تاريخ على فكره لحد الان يثبت ان كره القدم الجزائريه وعلو كعب المنتخب الجزائري في كل مواجهاته هنا لم تفز مصر اطلاقا على المنتخب الجزائري في 10 مواجهات، 7 تعادل و3 خسارة لحد الان، الخساره الثالثه. منتخب مصر امام السمر، امام اصحاب البشره السمراء، برغم ان هم نجوم كبار جدا في كل الدوريات الاوروبيه، عنده حظ وعنده علو كعب، لكن امام الجزائر ما عندوش هذا الحظ، والحظ والتوفيق شيء مهم جدا في الكوره، ولكن في الشوط الاول كان ممكن الحظ يكون قريب من منتخب مصر، في الشوط الثاني المنتخب المصري يعني صعب جدا يستاهل حتى انه يتعادل امام منتخب الجزائر. حسني عبد ربه على طول ابو تريكه، ابو تريكه يمشي كنت في جبل يمنى الثاني لسيد معوض، ينطلق سيد يلعب الكره ثاني على طول احمد عيد عبد الملك، حسني عبد ربه الشوط راس قصير ضغط وقوه، وابو تريكه تصويبه، ولكن في حارس المرمى جواوي، في حارس المرمى جواوي. ادي جواوي، ادي السنده، ادي ابو تريكه. شوف اللاعب خالد لاموشيه، والله دي لقطه يا جماعه تحتاج خالد بيومي وتحتاج محي الدين خالد يقفوا عليها، ومحمد المكروف لو عاوزها يجيبها. شوف قد ايه المدافع رقم 8 عاوز يجيب الكره بودنه، مش عاوز يلعبها براسه، اصرار كبير وطموح كبير وحب الوطن كبير، واضح عند اللاعب خالد لاموشيه، واضح عند اللاعب خالد لاموشيه واللاعب يزيد منصوري. لمسه مره ثانيه لاحمد عيد عبد الملك، في توهان، النتيجه عملت توهان، الهدف بتاع مطمور ممكن تكون هدف رابع خطير جدا، ولكن ضربه كره، ولكن ضربه كره، صدق او لا تصدق، انا اكثر الناس اللي اعلم جيدا الان قد ايه زعل المصريين يا جماعه. في ناس على فكره الكوره هي يعني السبيل الوحيد لفرحتهم، الكوره هي السبيل الوحيد لسعادتهم، بتتكلم على 90 مليون، بتتكلم على احلام، بتتكلم
بيتكلم على منتخب وطني كان هو عامل فرحة كبيرة، بتتكلم الآن على تبديل لصالح منتخب الجزائر. الجزائر يقدم مباراة لم يقدمها من 10-15 عام، الجزائر مع رابح سعدان يقدم ليلة من أجمل الليالي من ألف ليلة وليلة جزائرية هنا عبر قنوات الـ ار تي سبورت. لو المنتخب المصري كان عامل نفس النتيجة كنا غنينا له وحكينا له. بعتذر لحضراتكم للمرة الثانية عن عدم توفر الزميل عبد العزيز الزاوي المعلق الجزائري، كان هيختلف الشكل التعليقي تماما لو الزواوي موجود، ولكن فين الزواوي؟ غايب طبعا لظروف تقنية لم تقدر عليها هذه القنوات. تقطع قوة من عمرو زكي ثم في الآخر إلى ضربة مرمى. عمرو زكي وضربة مرمى، خطأ طبعا هنا. ادي على طول الركلة ركنية من الجبهة اليمنى أحمد فتحي، ركلة ركنية من الجبهة اليمنى أحمد فتحي. ادي كرة عرضية خطيرة جدا ولكن يطلع الدفاع. الإصرار المصري من أجل تدليل الفارق، من أجل تدليل 3-1. ضغط وقوة تاني سيد معوض، الهجمات المرتدة خطيرة، المساحات خلف منتخب مصر خطير، ولكن يغطي تاني هاني سعيد. ترجع الكرة لعصام الحضري، كل يتسال في الأهداف، خط الخلفي بالكامل ولاعيبة نص ملعب وحارس المرمى الكل يسأل في الأهداف. يضغط على كورته تاني، هتشوف بيومي هيقول ايه وهتشوف الهجمات تقول ايه. مش اوفسايد. سجل يا ابو تريكه، سجل يا تريكه. يسجل الهدف الاول ولكن متاخر جدا، يسجل محمد ابو تريكه الهدف ولكن متاخر جدا، ليثبت التاريخ ان اعلى نتيجه ما بين الجزائر ومصر كانت 3-1 لصالح منتخب الجزائر. اذا التاريخ يتفوق، اذا الاصرار المصري الان يسجل، ولكن هدف زي ما قلت لحضراتكم هدف متاخر عن طريق محمد ابو تريكه، وكانت ايضا هتضيع هنا ولكن الحق ابو تريكه ويسجل اول هدف اللقاء لصالح منتخب مصر. مفيش اوفسايد، خلاص راحت عليك هنا يا راجل. اوفسايد ايه ده؟ ابو تريكه ضرب الاوفسايد ممتاز، والهدف الاول لصالح منتخب مصر، و 3-1 الان لصالح المنتخب الجزائري الشقيق. اللمسه على طول احمد عيد عبد الملك، ادي الهات وخد السريعه، كرة اماميه طويله. منتخب الجزائر مقربين بعض جدا، 3-2 ممكن افضل. يضغط على كورته تاني، ادي ابو تريكه بوجه القدم الخارجي لبره، حسني عبد ربه كره القدم ما فيهاش ياس، فيها اهداف، فيها اصرار، ولكن فيها راسيه جزائريه ممتازه. افضل لعيبه يا جماعه، المفروض الاثنين لعيبه دول على فكره ياخدوا وسام الرياضه من الطبقه الاولى الجزائريه، سواء اللاعب خالد لاموشيه او يزيد منصوري، لعبوا مباراه العمر. وامام مين؟ امام بطل افريقيا منتخب مصر. على طول اماميه تاني، ثم يضغط تاني في الجبهه اليمنى، محاولات كثيره وعديده طبعا، بيحاول من خلالها يقرب النتيجه. 3-1 نتيجه طبعا كبيره جدا وفي وقت قليل جدا. المشكله مش في النتيجه، المشكله في الهدفين والانهيار المفاجئ والانهيار الوقت القليل جدا للمنتخب المصري. لو حصل الكلام ده مع الجزائر كنا قلنا نفس الكلام، ولكن حصل مع المنتخب المصري هنا على ملعب الجليده. على طول عرضيه واستخلاص تاني من عنتر يحيى لاعب نادي بوخوم الالماني، ولاعب اللي بيصل الى النقطه رقم 35 في مشواره الدولي على فكره، اللاعب عنتر يحيى. 3-1 الجزائر، رمي التماس على طول احمد فتحي، ادي احمد فتحي شوقي غريب، رمي التماس على طول للجبهه اليمنى. المشكله ان الجهاز الفني للمنتخب المصري يعني هي دي حال الدنيا وحال اي جهاز وحال اي كارير، يعني الامور هتبقى يعني بالنسبه له في الوقت القادم نتمنى ان شاء الله تكون يعني كبوه وتعدي. منطلق مهم جدا قبل ما ننهي مع حضراتكم احداث اللقاء، ان الثقه تتجدد، ان الامور تمشي، وان الاحداث تمشي، وان المعازله تمشي، لان الحقيقه لسه المجموعه فيها احداث وفيها يعني اقاويل كثيره جدا وفيها تغيرات كثيره جدا، وخدنا دروس ايضا وعبر من تاريخ الكوره ومن احداث الكوره. المنتخب الجزائري لو حافظ على النتيجه هيصل الى 4 نقاط ويتصدر هذه المجموعه، المجموعه الثالثه، والمنتخب المصري هيكون في المركز الرابع بجوار المنتخب الرواندي، ولكن بفارق الاهداف هيظل المنتخب المصري طبعا لو انتهت النتيجه على هذا الشكل والمنوال. ادي حارس المرمى جواوي، شوط ثاني مغاير جدا، شوط ثاني معاكس جدا، شوط ثاني انا شخصيا بعض الاوقات حسيت ان المباراه ديت مش في نفس المكان اللي انا بعلق فيه. مع كل احترام والتقدير ما بين قوسين لاداء المنتخب الجزائري، ولكن تغير الحال يا سيد رابح سعدان. ده الدكتور رابح سعدان الشخصيه الرياضيه المعروفه طبعا وصانع الفرحه المتناصفه مع محي الدين خالد، الشخصيه التحليليه اللي معانا طبعا، وهو ايضا حامل النسخه الجميله. شوف حضراتكم اللي يعني رد الفعل الجميل هنا من الجمهور الجزائري الجميل،
جمهور جميل مفيش شك طبعا، تلعب وتكسب او تخسر مفيش مشكله، انما الاطار الاخلاقي والرياضي ما يزيدش. ابو تريكه بيخرج و40 الف جزائري شقيق هنا بيشجعه محمد ابو تريكه في احلام يعني، او بيشجعه هنا ايضا اللاعب عبد القادر غزال اللاعب اللي صنع فرحه مهمه جدا بهدف ثاني صعب الامور ايضا على المنتخب المصري. لاعب رقم 14 يعني بينزل التبديل لاعب كلاس كمال، لاعب اللي قال عليه طبعا المحلل خالد بيومي وقال عليه هيكون لي كلمه في اللقاء. العرضيه المصريه ومحاوله راسيه لتبديل الفارق 3-2 افضل من 3-1، ولكن ركله ركنيه، ولكن ركله ركنيه، تاريخ كبير جدا ما بين الفريقين، 24 مواجهه سابقه، لقاء رقم 25 وثلاثة الجزائر واحد مصر. ركله ركنيه جالها احمد فتحي، خمس دقائق وقت اضافي ممكن يعدل، هوبا الراسيه ولكن محاوله راسيه وضغط وقوه ثاني، يضغط المنتخب الجزائري ثاني يحاول يستخلص، ضغط وقوه 3-1، يضغط على طول ثاني وحسني عبد ربه، حسني عبد ربه 2 من المنتخب المصري واحد الجزائر، ثم خطا وضربه حره مباشره. جميل جدا الفريقين، جميل جدا المنتخبين، قدروا يتعاملوا مع اللقاء بسنس عالي جدا من الاخلاق الرياضيه. الامور ما خرجتش لحد الان، نمسك الخشب طبعا مش عاوزين نحسدهم، لحد الدقيقه 91 اللي بنلعب فيها من عمر اللقاء. وائل جمعه ترجع الكره ثاني على طول الى هاني سعيد، وائل جمعه ثاني، خروج اللاعب احمد سعيد اوكا، اصابه لعيبه مدافعين كتير، بعد لعيبه مدافعين كانوا موجودين مع التشكيله الاساسيه للمنتخب المصري، دفع طبعا بوجوه جديده، وجوه ما عندهاش خبره دوليه كتيره، ظروف طبعا تحكم مع المنتخب الوطني الفتره الماضيه، كل الامور ماشيه معاكسه جدا من قبل لقاء زامبيا، من قبل حتى الاحداث مع الانديه المصريه، من اجل تواجدهم في البطولات القاريه. انطلاقه لاحمد فتحي احد الاوراق المهمه واحد اللعيبه اللي لعبت جيم كبير النهارده، كره على طول عرضيه عكسيه لصالح سيد معوض، سيد معوض كنترول، يقف على كورت ثاني لاعب رقم 8 خالد لاموشيه، نموذج خالد لاموشيه ده يلعب في اي مكان، لاعب رقم 8 خالد لاموشيه يلعب في اي مكان في الانديه الاوروبيه، على طول شوقي كورته عرضيه، منتخب مصر يبحث عن هدف ثاني، والمنتخب الجزائري يبحث عن تاريخ ثاني بنتيجه 3-1. احمد عيد عبد الملك، واحد يضغط والثاني وراه والثالث يلم وراه، ضغط وقوه ثاني من احمد حسن، لاعب نشاط كبير احمد، خبره دوليه وحكم لقاء موجود ممتاز، يمشي صالح مصر، محمد شوقي، اللمسه من شوقي، متاخر جدا ابو تريكه ومتقدم جدا الدفاع الجزائري، ثم حكم اللقاء تدخل وخطا وضربه حره مباشره وانذار، ضربه حره مباشره وانذار، حكم اللقاء قصته كلها هتكون مع عمر بشتاوي، الحكم اللي هيدير النهارده قصه الاستاد التحكيمي، وده احمد حسن طبعا غير مطلوب هذا الكلام يا احمد، غير مطلوب هذا الكلام اطلاقا. الجزائر على فكره في الاستقبال كان استقبال ممتاز جدا للمنتخب المصري، كان في اداء ممتاز وكان في حسن ضيافه، وهو ده طبعا حال كل الاشقاء العرب مع بعضهم لبعض. كره على طول امامنا ثاني، منتخب الجزائر هيكون ضيف ان شاء الله، هيكون ضيف يعني كريم مع المنتخب المصري في نوفمبر من العام الجاري في اخر مواجهات المنتخبين في هذه المجموعه، المجموعه الثالثه. كره على طول عاليه طويله امامنا شوقي، ترجع ثاني لحسني عبد ربه، حسني يسلم كورته ثاني الى اللاعب احمد عيد عبد الملك، موجود على طول هناك ابو تريكه غير رايه، كان ممكن يلعب تشير امامي عالي، يضغط ثاني اصرار مصري كبير، ثم رمي التماس، ثم رمي التماس ودي نزيل بن حاج، وضع طبيعي جدا ان انت ممكن تخسر منتخب عادي، انما تخسر او تكسب منتخب افريقيا تلاقي اللعيب خرج عن النص الرياضي، وده امر طبيعي جدا يعني، في الان بيتعمل ضغط قوي، تتسلم على طول ثاني هنا للثلث الامامي، ادي المحاولات عن طريق اللاعب عامر بوعزه، بديل الاقطيب الثاني عامر بوعزه، وادي رمي التماس. عبد القادر غزال ورفيق جبور ونزيل بوحاج، اسماء كبيره كبيره جدا، عموما يعني عاوزين نتفق ان احنا نتمنى ان تكون البطاقه في هذه المجموعه بطاقه عربيه، تكون يا اما جزائر يا اما مصر، يا اما مصر يا اما جزائر، يعني مناصفه يعني بالتمنيات والاحلام. عموما خطا وضربه حره مباشره، خلاص الامور بتقترب لفوز لصالح منتخب الجزائر، الامور بتثبت في هذه الليله ان التاريخ بعض الاوقات كاد لا يكذب اطلاقا، بدليل ان منتخب الجزائر في 10 مواجهات فاز في 3، والمنتخب المصري تعادل 7 ماتشات ولم يحقق الفوز هنا في الجزائر طوال التاريخ. اخر فوز واخر الاحلام كانت باقدام حسام حسن طبعا، او براس حسام حسن النجم الكبير، من هذا المكان اتمنى ان يكون لقاء كبير جدا يليق باسم النجم الكبير حسام حسن طبعا، كطرف مهم جدا في لقاء اعتزاله، راجل ادى لتاريخ كبير جدا على المستوى الدولي، اكثر لعيب على مستوى مصر يسجل، واكثر لاعب خاض مباراه دوليه. انطلاقه مره اخرى ثاني، هذه المحاوله بتشوف لعيبه كبار جدا في كل بلدان العالم، لما بيحسن الختام بيكون الختام ممتاز بلقاء دولي كبير. ضغط وقوه، الفرحه الجزائريه تتاهب الان،
والسعادة الجزائرية تتأهب، وهي سعادة مستحقة وأداء رائع جدا في الهافتايم الثاني خصوصا في الثلث ساعة الأول، والهدف الثالث أقضى تماما على أمل مصر من أجل التعادل، حتى يضغط على كورة أبو تريكة تائه نوعا ما في الكرة الأخيرة والاستخلاص. نازلنا في نهاية صفرة حكم اللقاء في مباراة لم يتوقع نتيجتها إطلاقا أكثر المتشائمين المصريين ولا أكثر المتفائلين الجزائريين، بينما منتخب الجزائر لازم نعترف أنه قدم مباراة تاريخية وقدم مباراة كبيرة، ونشيد فيه من هذا المكان ونبارك له أيضا من هذا المكان، ونقول للمنتخب المصري على نفس العهد اللي بدأنا به اللقاء عرض لك لمنتخب مصر ألف مبروك للمنتخب الجزائري، بالحياة الفريقين والمنتخبين وف وكف خصوصا في 46 دقيقة الأولى من الشوط الأول. منتخب الجزائر منتخب غير عادي في الهافتايم الثاني، اللاعب كريم مكنور هو من فتح زاوية التهديف والتسديد، اللاعب المتألق عبد القادر إغزال هدف ثاني، ثم رفيق جبور يسجل هدف ثالث، يضاف إلى الأسماء الجزائرية اللي سجلت في مرمى المنتخب المصري. التاريخ في هذه الليلة ينحاز إلى صاحب المنتخب الجزائري هنا في الجليدة. عموما أحبائي الكرام أرجو محدش يزعل من الطاقم سواء من المنتخب المصري